هذه حديقة كبيرة، حديقة كبيرة يابا، بينا حلوة. بس درجة الحرارة 6 يعني. ايش في؟ فكري. يعني صوته السيارة غريب هيك. صوت حمزة. ايه هذا المنظر؟ الدنيا برد. لحالكم طالعين. عن جد ايش هذا؟ لحالكم تعال صوروا عند هذاك المنظر، هذا المنظر هذا. انتوا لحالكم في المكان. ايه ما شاء الله. بوكيا 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 معناها هديه. بوكيا هديه. هذه شجره الكريسماس اسمها كيرست بوم. طب كل مره تحكي لهم من المعلومه. لا اعلمهم. طيب يلا ادخل ادخل بس ادخل خلينا نشوف ايش ذا. هذا شط بلجيكا ولا هذا شط بلجيكا؟ خضار وتمشاي بحيرة. هي رمل 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 اخيرا رمل. يلا نروح نتسبح. لا 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 رمل ايش نوعيته هذا؟ مش عارف لونه هيك غريب كثير عن جد. لونه كمان بتشكل زي الرمل السحري. انا بعرف رمل السعودية ولا رمل غزة. رمل غزة. بس رمل غزة. رمل غزة مش رمل. رمل السعودية كيف طيب؟ كيف بتميزي انتي؟ بس ضباب وبرد. خلينا راح احس راح احس المي. تعالوا برد الدنيا. اي غراب. الدنيا فاضية عشان شتاء. وين؟ روح عند المراجيح. شوفوا كيف الأرض نفس أفلام الكرتون. آه يحيى الأرض نفس أفلام الكرتون اللي هو إيه؟ آه بيل وسيباستيان. كيف؟ بيل وسيباستيان. هاي ظهرت العائلات أخيرا. مش لحالنا بس مرجيحة. حتى المرجيحة هاي المرجيحة كده. هذا مرجيحة كبار. هذا زي الفار. أيوة هو مستر. لسه بدي أقول لك زي الفار. أنت تعال ادخل زي الفار. هيا يا يحيى فار. أنت هتلاقي حالك تاخذ السيطرة. يلا 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 شوي. ولد عملها عملها. تعال من هنا من هنا اطلع. ايوه لا حط. ايوه علم الاولاد كيف يطلعوا. تسلق زي تسلق صغير يعني. تسلق هضبه. زحلق من هذيك المنطقه. من هذيك المنطقة. انتبه جاكيت بلا شيء تتفسخ. انتبه جاكيت. يا اسمعي الدنيا مش برد كثير. لا بقول لك الجو كمان. يلا اجري اجري اجري. هو فرصة بدي اعبر عن فرحات. شوف لك يا اخي واحدة في شيء يعني كبير. طبعا اوصل اوصل ولا واحد بيكمل اللي هو فيه. لا بدي العب كل حاجة مرة واحدة مرة واحدة. شو يعني؟ زي الفار الكبير هامستر. همستر كبير. لا وانت واقف وشيها. جوكيت انت واقف. خلاص دخ دخ دخ. والله وش هدي؟ اشوف يا
شيخ الله بدون حسب اي حسب. قالوا في هادي هادي في هادي خبطوها هادي ايوه يلا حركها. وقف استنى هي واحد بس يلا ايوه يلا يا لا مش لف ولا لف بحسبها مش لف يلا يلا انا بحسب تروح وتيجي مش لفه شايفين يلا خلص ايش تسلق شعشبون منطقه ثانيه نفق تحت الارض اه والله طب انت لو تشرح جاكيتات احسن طيب واحده واحده ما تخاف ومسكت العلم كمان نزلت من الزهره الكبيره والله تعال نشوف عمليه الانقاذ هذه اطلع هلا امزح عشان هذا اول مره قبل ما تعرف ايش اللي خطوه اللي بعدها اعرف بالضبط ايش بدك تعمل طلعت فوق مسكت العلم ولك عم هلا لو انت من ابوك اعملها ايه ماما نعم يحيى اسمه يحيى يعملها ايوه ها شفت عملها مستعجله عملها عملها طريق طريق هذا حق الطيارات ايش اشوف هذه السلام عليكم ايش هذه في طريق ايش هذه اعمل بازل شكله هذه بازل ليش يا ماما هذه بازل شكلها ايش كيف هاي شكلها بازل يعني عشان تحط الشمس تعمل الشمس شكله حلو هذه اشياء العاب كثير فيها ايوه هاي اللي بتعملوها بقول لك بازل هاي هاي عملتها تعال نعمل سباق مين حيكون الملك حيوصل فوق اكثر تعال نشوف طبعا النفق هذا بس النفق في نفق هناك وين؟ ولا هو الصريح هناك في نفق وين؟ واو ايش هذيك؟ هات اصور لهم اول شيء كهي لا ادخل يلا نشوف كيف بابا تعال شوف بتاع شبكة العنكبوت مسك شكلولو والله يدكم ضلها ماسكة يدكم ضلها ماسكة والله ما غريبة حمزة بقول انا ماسك خطوات يا واحدة واحدة ركز يا حمزة ايدك تمسك كويس رجليك خطواتك اول مرة بحس حالي بطيئ هاي كسبت طبقتين الطبقة الأخيرة والله عاملين اللي فيها قرود جاهزين طب اقف فوق يا بابا هذا كبير عليا ايش كبير؟ نعمل تحية لفلسطين هم عاملينها في كثير فروع يعني دبر حالك بابا شوف بابا اعملوا طلعوا علي ايوه تحيه لفلسطين من بلجيكا اعملوا طلعوا علي كنتوا مصورين هيك يا ماما مصورين صوره حلوه طيب يلا بس كلكم اطلعوا خلاص كويس طلع علي حمزه كويس اللي وصلتوا يا حمزه يلا اعملوا حركه توصل انا مصورك فيديو اصلا انزل عادي ماما هنا في العاب ثانيه انقاذ عملية انقاذ واحدة واحدة انتبه ضلك لازم ضلك ماسك حب حبال لا مش مطارد اي ساحة مش مشكلة بابا يلا انا بدي انزل هيك بس ما هيك ولا نجيب لي سعدان سعدان بعملها عادي هذا زي مدينة النور المكبرة
مدينة النور مكبرة، مدينة النور أوروبية. الصيف كلها شجر وناس وأنوار. هي بصورك. هي مرسم عليها عنكبوت ومش عارفة. هاي فيديو، هاي فيديو. هاي شايف عاملين تبع الهالوين. هذه متاهة. مين قال؟ والله متاهة عم. خش كتير. طب نشوف يلا. وفيها بتحط صغار وكبار. هاي يلا ادخل. جرب حظكم. جرب حظنا؟ أنت جرب حظك. أنا ما دخل، أنا حفظتها. أنت حفظتها حيت؟ انا لحالي. صعبة مع يحيى وانا معك. ايه صعبة على فكرة. صعبة؟ وين اروح؟ ما بعرف. مش وين بالاخير ال كده قدامي؟ في مكان هيك زي العمود. انا ما رحت من هذه الطريقة من البابا راح فيها. خش من هون. لا. شوف الدائرة. ها؟ ما اهلا وسهلا. تعال خش من هذه الحفرة انت وماما. السلام عليكم. يحيى وينك؟ يا هلا. يحيى تعال. طب تعال هذا اتجاه الصوت. اتجاه الصوت، اتجاه الصوت. انا بقول لك صوت وجاي رايح. صوت. يحيى مستخبى منهم. ترى يحيى مستخبى هنا. هيا 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 العدل. مطلوب للعدالة. مطلوب للعدالة. طبيين. تعال هذا شوف هذه ايش. والله انتوا هلا ما وصلتوها. مالكم انتوا؟ فزتوا. اه حاطين لك جا المرايا يعني تشوف. انتوا هرسني. اه ظهرت في المرايا. لسه ما فزتوا. ما فزنا؟ لسه في عمود طويل لازم تفزوا. الله. بس لو انتوا طلعتوا فوق هتعرفوا المكان. احنا ماشيين عشوائي اصلا. هاي بابا شطور داخل من هذا. يلا ادخلي. هيا هيا عمود. فزلتوا. هيا لك يعني فزتوا. هيا. فزتوا تعالوا. فزت. شطف لكم. الله. خلص يلا خلصنا متاهة. هو بتلف الحالة ولا انتوا لفتوها؟ لا احنا اللي لفينا. الله يعني اطلع انت فوق. مدينة ملاهي. البطلان 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 يا حمزة. انا بحاول اروح على الكبيرة برجع على الصغيرة. هاي الكبيرة. ما هي شطارة. اقف تتوازن عاد هالقيت. اقف. ايوه ايوه. لا هذه غلط. المفروض تمشي. المفروض نزلت. فين يحيى؟ المفروض نزلت في اتجاه الحركة تبعتها مش العكس. يعني بدك ايش بسيطة بالمرة. لا 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 يا ساتر يا. لا لا هذا على فكرة بس وقع رسمي. بس والله هديك ايش حلو. تعالوا خلص وقف وقف. لا انا حس حالي بدي استفرغ من من شكل بس من النظر. طول ما احنا ماشيين في العاب افكار جديدة بينهم يعملوا اشي جديد باللعبة يعني. حلو ما شاء الله يعني مساحات مساحات من الأشجار والألعاب. وين؟ فين؟ كيف طلعتوا؟ من وين؟ وين أخواتك طيب؟ سمحان صباحة كبيرة كبيرة. وين؟ كبيرة كبيرة كبيرة. يا قاعدين بتحركوا. هذا فيديو طويل صار من كمية الألعاب الموجودة. مليين الدنيا ألعاب. أنا لقيتها متعودة على الأساس بس هداك الجزء كل ما بمشي بلاقي فيه كمان كم لعبة حاطينها. من منطقة
شوفوا الرائحه، شايفين الزحليقه مكبرها. يا الله، معقول؟ بدي اروح اشوف. معقول راحوا هناك؟ شوفوا كيف مكبرها هنا. يلا يحيى اطلع اطلع. بسم الله. ييه، شوفوا الاجاز تبعك شو مكرته. طبعا هذه كل شيء من البرد يعني، اعذرونا. وين وصلت؟ وين وصلت؟ عالية هذه بالمرة. ولا إذا شايفها مفتوحة بسم الله. يلا صوتكم عالي. طب طب انزل يلا. ولا لا والله يا بابا انزل، والله يبعد الشر. خلص انزلوا يلا. انزلي ترى لسه. لا بابا انا ويحيى حننزل من السفينة خالص ثانية. لا هذا احسن واحدة، تعال. يلا. اسمه حمزة خايف. شوف ال... شوف الاهبل هذا. لا يا بابا هي مش معمولة الا انك تنزل وتضلك نازل خلاص. يا بابا والله هي هيك بتوقع. يلا اللي ينزل. وين؟ وين توقع؟ طب خلص انزل انزل نزول طبيعي. خلص انزل يا حمزة، حمزة انزل من الدرج عادي. وين الكبيرة؟ وين الكبيرة؟ لا نزل. ايوه ايوه حلوة. خلاص صوتك عالي. جيت؟ يلا عد واحد. يلا هوي عد واحد اثنين ثلاثة وانزل. يلا لسه بتناقشوا من فوق. احنا الرجالة. يلا يلا. وين يحيى؟ وين يحيى؟ وانا هيك عامل. اه بدنا ناخذ بريك ثانيتين وحنروح. ماشي تعالوا نقعد هناك شوي. اشجار ايش تعتبر؟ ايش بسموها؟ اشجار ايش؟ اشجار لا اشجار حرجية. اشجار الحرجية اللي بتكون في في الغابات. شوفوا ايش بتلعبوا قبل ما تبدوا، بس تبدوا بعدين تكتشفوا. بتكون بس اشجار حرجية بتكون اللي هي كبيرة وكثيفة ال بس هذا في الشتاء، في الصيف في الصيف بتكون بتكون بتشوفيش حاجة من الخضار. وين العلم اللي تعلمتوه؟ ليش؟ وكأنه أول مرة يسمعوه هذولاك الهبلة. معروف الأشجار في الغابات وفي ال لا ايش هذا؟ خلوني انا امشي، انا عادي بدي العب بس بقى الجوال لازم تكون ماسكه في رجلتين ايه؟ لا هي شطوره يا لا 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 جوالك هو الايوه، جوالك هو الايوه.
يوقع. ايه بابا دوقعني، روحني لاهلي يا اخويا. جوال اللي بوقع، انا بوقع بالاخير. مش نملة انا، استنى. بسم الله اديتها بسلام. ايش هذا؟ فوق وصلت دخت. يا هذا بتهز ولا انا لحالي بهز قاعد لهلا؟ ماما مالك كده؟ والله بهز قاعد. والله بابا عليها شكرا شكرا من القلب، لانه الصغار هذا اللي بطلبه. واحنا كنا يحيى، شو كنت تحكي انت؟ انه يكون دائما اشوف الكراتين هذه الاشياء. ايوه افلام اجنبيه، شعرقه وهذه الاشياء. صرنا هلا ايه لسه ما سبعنا. ما شبعتوا؟ خلي باقي يودينا ثاني وثالث ورابع وربع وخامس وسادس ومسدس. اكيد اسمها منطقه زل فرمير. زل فرمير. طب تقدر تطلع؟ بس على فكره لسه ضايل في حاجات كثير، في نشاطات مائيه كثير، بس عشان عشان الشتاء. لكن هو لو فيش الشتاء بصير في العاب زي هذه هيك بس جوا المي. يا بابا تعال. ايش هيك تسوي؟ لازم كثير. كل ما بنمشي بنلاقي بارت جديد، بالعاب جديده، باقسام جديده. الحلو لما بكون المطاعم هذه فاتحه فيها الفريتور تبعهم اللي هو شغل شرائح البطاطا المقليه المشهوره البلجيكيه، وفيها يعني طلبات. شوف هاي. لا عم اهلك عم اهلك مش لا شكل. هو هذا للاصغر سنا. على فكره بابا انا ما كل مره نفسي مرجع. تعال مرجعك كيف؟ ماما دخلت في الشجره. أيوة هنا فاضي الدنيا عشان شتاء. هذا المفروض مفتوحة وفي قاعدة مطعم يعني. هذه للأصغر سنا. نادي هذه للأصغر خالص. هاي طيرين. تعالوا وقف هنا اخذي اعطيك صوره. لا يا ماما صورتي زحلقه الكبيره حلوه. لا هي بتاع مقدم الفيديو جبنا اكبر زحلقه في نص العالم. بابا نعم ماشي. لاني انا شفت اكبر زحلقه في العالم. لا ناطحه هذيك ناطحه بالنسبه لها، يعني هذه بالنسبه للفلسطينيين يعني اللي عايشين هناك اللي في غزه. هذه بالنسبه لها اربع نواطح. نواطح ناطح يضرب ناطح، ناطح يضرب ناطح. وين يا مسهل؟ ضلنا الاولاد بدوس. على فكره بحر الاحمر زي هيك. كيف؟ كيف بس شوية موج طبعا، شوية موج. هذه بحيرة بس يعني بحكي لك هيك يعني موجه بس شوية موج. البحر نفسه بس. يعني. اعتقد شايف بحر جدة. مشكلة اللي قال لحاله. يحيى باشا. بس شوفي كيف المنظر مع الاضواء. انا مش عارف. اوعى تتفلل. انت او الله سعدان. سعدان بابا ما انت لا مش بلاي. لا سعدان مين؟ انت من النوع المضبوط يعني. السعدان مع راح اسماعيل. وش انا سعدان؟ تتحرك كثير، تتحرك كثير. طب تعالي هنا اصوركم كده وانتوا على نص البحر ونص. يعني اول مره اروح مطعم بالترنجات تركي. ايوه مطعم تركي. وبابا عمل لنا سبرايز. ايه وبابا عمل لنا سبرايز، راح ودانا اكبر مدينه مائيه. لا ركبنا مائيه. بتالف انت. مائيه مش اكبر مدينه. حديقه، حديقه فيها العاب مائيه وفيها العاب عاديه. بلاي جراوند. المدينه المائيه. بلاي جراوند. المدينة المائية. طلبات طبعا ما فهمت انا شيء. انا ما فهمت شيء. طلبنا هاي مش عارف هذا شكله. هذه برجر قلت بحسبها برجر. شكلها ايش؟ كلها خضار. برجر خضار. يلا مش مشكلة بسيطة. ركبنا صحيح؟ في نص العالم. طب انا فيديو مصوراه وشافوه. ايوه
ايوه تبع هذا تبع اجل وصلين هاي هذه هذه ايش كبسلوني هذه كبسلوني ورجيني الشاورما انت عشان اسمها نصين بس هو هاي خبز هاي كبسلوني خبز تركي تركي يلا كبرجيك تاكلوا تركي بس يعني في احكي احكي قول هنا عاد من اول بيقول هنا في اشياء كثير كل طبقات فوق بعض انا اول مره طلبت هذه فكرت بدي اكلها اكلت نص حسبتها كبس من اسمها من اسمها كبس وفيها جبنه وفيها بطاطا كثير وفيها لحم شرايح انواع وفيها بندور وخاو يعني شيء شيء يعني مع نفسك شيء والله فخر اعطوا يحيى بشاورما لا قصدك كثير لا ما في لحم هذا شكله برجر خضار الا هي تحت في لحم كثير الا لا وين هذا لحم لا مش لحم هذا ما كيف استنى هذا ايش هذا شكله الهمبرجر خضار همبرجر خضار كيف لذيذ شكله بس ايش هي همبرجر خضار شكله بس عادي لذيذ بس على فكره هي انا في لحم ايش كميه ال كميه ال مش عارف كميه الخضار